في مدينة واحدة وعلى مبعدة ساعة أو أقل من ذلك، نجد أشخاصا محتاجين لطعام يومه، بينما نجد جهات لا تعرف أين تذهب بالطعام الفائض عن الحاجة والمعرض للتلف. يبدو أن تنظيم العلاقة بين المحتاج والمانح أو ذلك الذي تفيض عنده أسباب الحاجة هي صفحة أخرى من صفحات العمل التطوعي المثمر. مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة وأضواء جديدة نقدمها لكم من خلال برنامج ضوء بيننا، رافقنا. مثل هكذا مبادرات تحاول أن تبحث في الممكن، وما يحدث في مدينة كبرى مثل بغداد هو أن هناك العديد من المطاعم الكبيرة تنتهي في آخر يوم العمل إلى بعض المواد الغذائية والأطعمة التي لن يعاد استعمالها. هذه المبادرة انتهت إلى هذه الزاوية بالذات. الفكرة حقيقة بداية كان خلال موضوع طرح مع بعض الشباب المتطوعين، كان الحديث عن أنه هنالك أكل يتبقى بالمطاعم وكيف ممكن أن نستغل أو نستفيد هذا الأكل الطعام اللي يبقى بالمطاعم، لكن بقت فترة طويلة حقيقة كان يحتاج إلى أنه تتبلور هاي الفكرة وأنه تنضج ونخلي خطة بأنه كيف أنفذ العملية الاستفادة من المطاعم. ولازم أنه حقيقة إحنا يعني عندنا موضوع آخر، نشوف أنه لاحظنا أكو مشكلة كبيرة بالمجتمع بأنه كثرة عدد الأرامل والأيتام والنازحين اللي أدى بأنه بالشوارع، وإضافة إلى أنه من خلال أعمالنا الخيرية العديدة كنا مع نتواصل مع عدد كبير من الأرامل، لاحظنا أنه عدد من النساء بدت أنه من أجل أن توفر لقمة العيش لأبنائها أنه تنهج نهج آخر أنه ما مرغوب بالمجتمع. اتصلت بي الدكتورة حول الموضوع وحول الحملة وشفت الموضوع إنساني، يعني واني كناشط إنساني حبيت الموضوع، يعني الموضوع يعني كلش حلو. مكانات يعني رحنا غزالية، رحنا للدورة، رحنا للشكوك، رحنا للعظمية، رحنا للمخيمات مع النازحين. شنو اللي شفته هناك يعني؟ شفته يعني عوالي يعني تعبانة، يعني يعني قد يعني احنا نروح ونتعب ونقدم لهم، يعني ما نقدر نسد الحاجة، ما نقدر. من هيئنا أو بدينا أن نعمل في هذا المشروع ما كان هدفنا لمنطقة أو لمجموعة محددة، رسمنا بأن يكون المشروع لكل بغداد وممكن أنه يتطور أن تنقل التجربة إلى المحافظات. لدينا كل الفكرة بتطوير المشروع ولكي يشمل جميع محافظة بغداد وأيضا ينقل التجربة إلى المحافظات، لكن يحتاج إلى الدعم. إحنا حاليا في مقر والمقر صغير، إذا نريد نوسع يراد لنا مكان أكبر. حاليا لدينا متطوعين بكثرة ولكن المكان لا يكفي. أيضا إذا كثير من المطاعم تتصل بنا يريدون يشتركون في هذا العمل الخيري، لكن كل مطعم يحتاج إلى يكون براد إضافي في مقر العمل. فإحنا لدينا الفكرة ولدينا الخطط واضعينها كيف نتوسع، لكن يوقفنا هو الدعم المالي والجهد. نتمنى أنه من خلال برنامجكم الميسورين المتمكنين المنظمات المجتمع المدني التي لديها إمكانية تساهم في هذا المشروع لكي يتطور، ولكي بما أنه هذا المشروع الأول في العراق. لاحظنا مئات العوائل تعتاش على المزابل تبحث عن لقمة العيش، إضافة إلى الأرامل والنازحين اللي يعانون من هاي المشكلة،
وبالجانب الآخر لاحظنا بأنه المطاعم يبقى بها في آخر يومها هنالك عدد كبير بكميات من الأكل، وهذا كله يرمى بالمزابل، ما مستعمل. الأكل اللي تبقى في المطاعم بمطابخها يبقى آخر اليوم ما مستعمل. هذا ما يقدرون المطاعم، خاصة المطاعم الراقية، ما تقدر أنه تستخدمه باليوم الثاني، لذلك تلجأ إلى رمية بالمزابل. وللأسف لاحظنا بأنه المطاعم أنه تتفق مع شركات خاصة بأجور فقط حتى تجي تخلصها من هذا الطعام المتبقي بآخر اليوم. لذلك تبلورت عندنا الفكرة بأنه نستغل هذا الطعام ونمطي لهاي الفئات من الناس، لكن يكون بطريقة تحفظ كرامة الإنسان المواطن، مو يبحث عنها بالمزابل، وإنما إحنا نروح إلى بيوته وننطيه إياه بشكل معلب ومسلفاً، ويعني نحسسه بأنه هو لا ما يختلف عن الآخرين، إضافة إلى أنه مبادرات هاي إنسانية بوقتنا الحالي، مجتمعنا اللي إحنا الفترة الحرجة اللي دا يمر بيها البلد، بأنه لازم يكون هنالك تعاون. عدة مطاعم في بغداد، وهي مدينة كبيرة وكثيرة المطاعم، يتبقى من نشاطها اليومي كميات من الطعام والمواد الغذائية التي يجب أن تستهلك خلال وقت قصير، وإلا سيكون مصيرها التلف وإلى سلة المهملات. هذه المبادرة تعمل على مدار الساعة، مجموعة متطوعين قرروا أن يغيروا من معادلة الهدر هذه. طبعا احنا مو بس سعداء، احنا فخورين يعني بهذا الشغل، يعني هذا انجاز مو قليل يعني، وهواية ناس يعني مثلا ناس واصلة وناس متمكنة وما قدرت تسوي هذا الانجاز، فاحنا مو بس سعداء، فخورين يعني بهذا الشيء، نفتخر به من نقول احنا فد شيء هذا الوالدة مسويته، يعني هذا فخر لنا. هذا الاكل كيف اقدر احافظ عليه ليوم فقط، اضاف بعد ان يطلع منهم باخر اليوم، لانه هذا مطبوخ بالنهار، فاني ما ممكن بنفس اليوم أخذ من عندهم وراح أنطيل العوائل، لازم أبيت يوم ثاني، لأنه أنا ما أقدر أخذ منهم خلال عملهم، وإنما من ينتهي اليوم بآخر الليل راح يعرفون إيش قد يبقى عندهم، هل يبقى أكو أكل متبقي أو لا. فشفت بأنه لازم أكو أمور أهيئها، أنه لازم هذا الطعام يوضع بأماكن باردة حتى أقدر أحافظ عليه، لازم يكون عندي كادر مهيئين عندهم إجازات صحية حتى لا أسأل، أو هذا الطعام أنا أريد أفيد به الناس ما أريد أضرهم. أنا عامل بالمنظمة مع باقي زملائي هنا، أنا يعني على التفريغ وبنفس الوقت كعلى الإعلام مال الحملة، هنا أعمل داخل المنظمة. يعني تصوير، يعني تصوير الحمل، اي فوتوغراف، مصور فوتوغراف. تطلع ويا الحملات انت؟ مستمر دائما، اي حمله انا اكون مصور فوتوغراف. طيب انت وين ساكن؟ ساكن داخل المنظمه. ليش يعني؟ حتى للحمايه نفس الوقت، الحمايه وكعملي. طيب ما عندك وقت محدد، انت كل وقتك تشتغل بي؟ ما عندك كل وقتي شغل يعني، بس الجمعه استراحه يعني. عمل دؤوب وتعاون مخلص من أجل إيصال هذه الأغذية الجاهزة إلى من يستحق الفائدة منها قبل أن تتلف. العمل هنا يتسابق مع الزمن ومع درجات الحرارة، كان لابد من توفير براد لنقل الأغذية، فالجميع هنا لا يريد أن يخاطر بصحة المستفيدين. الوضع اللي يمر به البلد وضع صعب، كثرة الحروب والوضع الاقتصادي أدى إلى كثرة العوائل والأفراد تحت خط الفقر، فأصبح عدد هائل، أيتام، أرامل، حتى العوائل اللي هي كانت ميسورة ربما فقدت المعيل مالها أصبحت محتاجة. لذلك ندعو أن كل من يستطيع أن يساهم في الأعمال الخيرية، لأن هي حالة تكافل، مرحلة وتمر، نسأل الله سبحانه وتعالى أنه ترفع هذه المشاكل عن العراق ويرجع إلى وضع طبيعي، ما راح أحد يحتاج، بس في هذه المرحلة
ملح جدا وضرورة أنه الكل تساهم في دعم المشاريع الخيرية لكي يكون هناك تكافل اجتماعي مع بين الناس. مثلا يقدم فد شيء بسيط، مثلا ينطي الفقير، ما يتعاجز، مثلا يساعد، يشترك مثلا بيج حملات بسيطة، اكو هواي منظمات يقدرون يشتركون بيها، يقدرون يتطوعون بيها، يعني مثلا هسه اكو منظمات حتى بالكليات، يعني كليات تسوي منظمات تساعد، اكو نص مثلا يعني هسه انا اعرف يتعاجزون، يقولون لا احنا ايش عندنا يعني ليش نطلع على وش متعبين نفسنا. يعني فاحب اقول لهم انه شاركوا، يعني تبرعوا، ساعدوا بابسط شيء تقدرون بيه. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم مستمرة وفيها بعض التفاصيل تأتيكم بعد هذا الفصل. أفضل مساندة تكون لها من قبل عائلتها، فزوجها آني وأيضا البنات، بما أن شفناها أنه تريد تخوض هذا المشروع وتمشي به، فأنطيناها الدعم والمساندة، قلنا لها إحنا نساندك في كل شيء لكي تستطيع أن تستمر في هذا الأمر. أكثر شيء يكون شغلنا هنا، لكن أكيد يعني كل القصص أصلا، كل يعني كل مكان يروحوا له، كل هاي هم يعني كلها تكون قصص مؤثرة، يعني أصلا هو كل حالهم يعني يقهر مؤثر يعني كلها. يعتقد القائمون على هذه المبادرة وهم أعضاء في عائلة واحدة أن عملهم سيكون إسناداً لوالدتهم، أنهم سيؤدون دوراً يقدم المزيد من الروح الإيجابية. مد يد المساعدة للمحتاجين لا حدود له، والأفكار التي تعمل في هذا المجال أيضاً لن تكون محدودة. على المجتمع تأثير كلش إيجابي، وكونه يعني إنه هو يكون شغل عائلي، هذا يعني الجانب الآخر يكون جانب الآخر يكون مهم، ويعني إنه إحنا نكون كلش فخورين إنه إحنا كعائلة، وإنه أنا أهلي يكونون بهيج مشروع اللي هم سووا هيج مشروع وهيج حملة إنسانية، والشيء الآخر إنه اللي هو يكون ناس بعمرنا إذا كانوا شباب أو بنات، يعني تكون حياتهم أكثر شيء مقتصر على مواقع التواصل الاجتماعي، او انه يعني مجرد يشوفون هاي الحالات، يعني واحد ينقهر عليها مجرد على التليفون، بس انه هذا الشيء ما يكفي مجرد واحد انه يشوف هذا الشيء على مواقع التواصل الاجتماعي ينقهر عليه، وشي لازم واحد انه يساعد، يحاول يساعد باي شيء، فانه هذا الشيء كعمل عائلي ويا اهلك ومن اهلك هم مسوين هذا المشروع، هذا الشيء كلش مشرف وفخر انه يوم سعيد انه احنا نقدم عمل خيري. وبما ان هذا المشروع مستمر يوميا، فان شاء الله يوميا احنا نكون سعداء في تقديم عمل خير للناس. يأمل المساهمون أن تتوسع مبادرتهم وأن تأخذ مدى أبعد، فالمحتاجون كثر وسط هذه الظروف التي تمر على البلد، ومع هذا ففي كل زاوية من زوايا مطاعم بغداد سيكون هناك بضعة أطباق فائضة عن الحاجة. العلة تكمن في ترتيب التوصيل بين الفائض والمستفيد. مجرد شهر رمضان، احنا ما بديته من اول يوم، وانما من يوم 7 بالشهر بدينا، ف 23 يوم برمضان وصلنا 2070 وجبه. احنا الوجبه مو لشخص واحد، وانما لاقل ما يكون بين 4 إلى 3 اشخاص ياكلون بها، وجبه عائليه، فما يعادل الى اكثر تقريبا اكثر من 6000 شخص يعني استفاد من زاد الخير. اخذنا معدل الرنج انه باليوم 90 وجبه، لانه ايام تطلع لنا اكثر من 100 110، ايام 80 85. مستحيل اتركه، لأن عمل إنسان صح تتعب، بس بالأخير أنت تحس مسوي إنجاز، يعني شيء مو شوي جاي نسوي.
تخلى هؤلاء عن ارتباطاتهم ووفروا بعض الساعات من أوقاتهم ليساهموا في هذا العمل الجماعي الذي يتطلب متابعة وبذل الجهود، والآن هم يحصدون نجاحهم بإتمام المبادرة. بأيام الدوام نجي بأوقات الفراغ، يعني بس بأوقات الفراغ إذا أيام خميس أو جمعة بيشبه بأيام الدوام، لكن هسه عطلة يعني نحاول نساعدهم بكل الوقت اللي نقدر عليه، بكل مجال يصير عندنا إحنا هنا نكون نساعدهم. المعنويات دائما هي يمنا، تحكي العمل الانساني، العمل لازم احنا الاهلنا وهن النازحين والفقراء بحاجتنا. احنا من يعني تحكي لنا يصير عندنا حافز، قد رغم تعباني رغم شو اسمه بس نسمع الحكي الحافز يعني صرنا حافز. يعني اجازات صحيه طلعنا انا وباقي الشباب، طلعنا اجازات صحيه، رحنا ذهبنا وفحصنا وانطونا اجازات صحيه. سعادة لا توصف حقيقة، رغم التعب أنه ليل مع نهار حقيقة. إحنا الشباب يعني بشهر رمضان كان حتى بالليل ما ينامون، لأنه بعد الفطور الساعة بالتسعة ليلا يذهبون إلى أنه نجيب الوجبة اللي تتبقى بعد الفطور. ساعة بثلاثة ونص فجرا يطلعون أيضا وجبة ثانية، نأخذ اللي ما يبقى من السحور. فللخمسة الصبح يلا يرجعون. ساعة باثناعش ونص الظهر يوميا كنا نبدي إعادة التعبئة، والساعة بالخمسة بالضبط نطلع نوزع قبل الفطور. فإحنا على مدار اليوم 24 ساعة، لكن حقيقة كنا مستمتعين بالعمل. أدعو كل من يستطيع ولديه الإمكانية والناس الميسورين يحاولون دعم هذا المشروع ولو بكلمة. الإعلاميين، لأن هدفنا مو فقط أن يكون هذا المشروع، وإنما يقوم به أشخاص آخرين لكي تعمل فائدة للمجتمع جميعا. أغلب وقتنا مفرغين لهذا الموضوع، كل وقتنا. يعني احنا نشوف كثير من الموظفين او في دوائر الدولة يحبون السفر خارج العراق اثناء فترة الاستراحة، لكن احنا خصصنا وقتنا للعمل الانساني ولتقديم مساعدة للفقراء والمحتاجين والارامل واليتامى. هذا الموضوع يعني ابد ما يتعب، يعني حتى لو واحد يحس بتعب بس يعني الدافع الحافز الانساني يعني يخلينا انه يعني يطغي على التعب، ما نحس بتعب. أماكن تحتاج يومياً أنه الناس تقدم لها مساعدات، مثل مخيمات النازحين. ذولا بدون أي شيء جو، يعني تركوا منازلهم وبدون لا مبالغ مالية ولا طلعوا بنفسهم بملابسهم العليهم. فذولا أنه حتى لو أنا أعرف أنه منظمات زايرتهم يعني لا ضير، ما أتردد أبداً، النازحين ما أتردد معاهم. لكن أكو بعض المخيمات تجيها باستمرار، يعني خالي لهم فد آلية بأنه ما يحتاجون الناس اللي بيها. فإحنا عندنا عدد يعني شباب اثنين حقيقة، أنه أي شخص يقول لنا بمكان أنه هذا أكو بيع عوائل محتاجة يروحون ندزهم لهذا المكان، يستطلعون الأمر بأنه شقد العدد اللي موجود، منو الشخص المسؤول بهالمنطقة اللي ممكن نتعامل معه. لا ريب أن نهاية مطاف هذا العمل ستكون فرحة للمستحقين، وشعورا بإنجاز شيء، وإحساسا بالتواصل مع الآخرين يزيد من ثقة المساهمين بأنفسهم.
حصادهم المحسوس هذا يتحول إلى نظرة عرفان بعيون الناس ومسحة محبة تنتشر بين المجتمع. هو أكيد يعني بالعراق أي شيء على الوضع على وضع الناس وعلى يعني أي شيء واحد يسويه هذا راح يكون فد مشروع إنساني له تأثير. أكيد يفيد يعني هم إنه يمكن حتى أقل من هاي التسعين اللي واحد يودي لهم لو مجرد شيء بسيط هذا راح يفيدهم أو يعني راح يأثر بهم حتى معنويًا. أي شيء واحد يقدم لهم إياه لو بأبسط شيء حتى أبسط من هاي الوجبات اللي ده تروح لهم هذا فد شيء كلش يعني يفيد. يد العطاء لا تعرف الكلل، والعقل الذي يقف خلفها سيبحث دائماً عن الممكنات. وجبات الطعام تهذب العلاقة بين المفرط في تبذيره ومن يحتاج إلى المسرف في استعماله، فهو بأمس الحاجة ولا يبعد عنا كثيراً. كنا مع حلقة من برنامج ضوء بيننا، ملتقانا معكم في الأسبوع المقبل، وإلى ذلك الحين نترككم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.